بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن المستورد الفهري أنه قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص: أبصر ما تقول. قال: أقول لك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو: إن تكن قلت ذاك، إن فيهم لخصالا أربعة: إنهم لأسرع الناس كرة بعد فرة، وإنهم لخير الناس لمسكين وفقير وضعيف، وإنهم لأحلم الناس عند فتنة، والرابعة حسنة جميلة، وإنهم لأمنع الناس من ظلم الملوك. وعن عبد الرحمن بن جبير أن المستورد قال: بينما أنا عند عمرو بن العاص رضي الله عنه فقلت له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عليكم الروم، وإنما هلكتهم مع الساعة. فقال له عمرو: ألم أزجرك عن مثل هذا؟ أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسند الإمام أحمد رحمه الله، وفيها أشياء من ذكر ما يكون بين ذي الساعة من علامات، من ذلك ما يكون بين المسلمين وبين الروم من حروب. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يفتتحون القسطنطينية وأنهم يفتتحون رومية. قسطنطينية في بلاد الترك، ورومية اللي هي روما، بلدة روما، يفتح المسلمون هذه ويفتح هذه. وهذه أشياء يعني أخبر حيكون في حال كان المسلمون ليسوا أقوياء بالدرجة اللي تمكنهم من الوصول إلى هذه الأماكن، بل كانوا يخافون من ركوب البحر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل في عهد عمر كان عمر يقول لجنوده اللي بيبعتهم في الجهاد في سبيل الله، يقول: لا تجعلوا بيني وبينكم بحر، لا تجعلوا، يعني خلوا بيني وبينكم بر عشان أعرف أبعت لكم مدد، إنما بيني وبينكم بحر لا تجعلوا بيني وبينكم بحر. كان في عهد عمر كانوا يخافون من أمر البحر، يركبوا البحر. فكان أول البداية في غزو البحر في عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان أول من كان يحرض على غزو البحر معاوية بن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ذكرنا الفتن اللي كانت بين الصحابة، بين معاوية وبين علي بن أبي طالب، وقلنا هذه أشياء يعني كان الصواب فيها مع علي رضي الله عنه، ومعاوية اجتهد وأخطأ في شيء، ولكن نتغاضى عن هذا الشيء، كان أمر يحكم الله عز وجل فيه ويعفو عن الجميع سبحانه وتعالى. لكن معاوية كان إنسانا عظيما جدا، لما تولى الخلافة وكان قاعد 20 سنة في الشام أميرا على الشام، كان من أخبر الناس ببلاد الروم وكيف يتعامل معهم، كان يعني أفضل واحد يتعامل مع هؤلاء. فترة الإمارة بتاعته على بلاد الشام قعدت 20 سنة، فترة الخلافة والملك بتاعه 20 سنة، 40 سنة، كان فيها في غاية الحرص على قتال هذه البلاد. يعرف أن القوة اللي أشد قوة على بلاد الإسلام هذه، وكان تسمى بالدولة البيزنطية، الدولة البيزنطية، وكان العاصمة بتاعتها في القسطنطينية، فكان بيحاول أن يغزو القسطنطينية، وكان يجهز لها، وهذا محسوب في حسناته العظيمة جدا لمعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأيضا من حسنات ابنه يزيد ابن معاوية، إن قتال هؤلاء والإعداد لهؤلاء. يبقى إذا بعدنا عن النظر إن ما كان بين الصحابة من فتن، وفيهم اللي أصاب وفيهم اللي أخطأ، لكن بعد ذلك كان أمور عظيمة جدا وطدت للإسلام توطيدا عظيما. كان رأس هذا الشيء سيدنا معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، عمل أعمالا عظيمة تكتب له بماء الذهب في حسناته العظيمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. تجيش الجيوش وإعداد الجيوش بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما بلغه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هتفتح هذه البلاد، كان عينه على هذه البلاد، عارف إن أخطر ما يكون على بلاد المسلمين هؤلاء، لأن الروم لما فروا وتركوا مصر وتركوا بلاد الشام ما سكتوش، ولكن انحازوا إلى بلادهم في روما، انحازوا في القسطنطينية، وكانوا ملوك البحر، هم اللي كانوا ملوك البحر. فمعاوية حاول إنه يكون أفضل منهم،
بدأ يصنع السفن الحربية في بلاد الشام وفي مصر، ربط مصر بالشام بصنع السفن الحربية، وكان يعني غاية في الفراسة وغاية في التدقيق والنظر في الإعداد لهذا الشيء. مصر فيها أخشاب عظيمة والشام فيها صناع مهرة، أربط الاثنين ببعض واصنع جيوش واصنع سفن وحضر لهؤلاء. وبدأ أنه يبعث الجنود ويحصن أماكن لغاية ما وصل بتحصين عند بناء طنجة عند المغرب، يحصن هناك ويعمل قلاع وحصون للمسلمين بحيث البحر ما تبقاش السيادة في البحر للكفار، لا المسلمون يكون لهم وضع. وبدأ يغزو غزوة وراء غزوة وراء غزوة، ويبعث أفاضل الصحابة منهم عمرو بن العاص أو ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنهم خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ومنهم ابنه هو يزيد ابن معاوية يرسله. وكان يزيد أبلى بلاء حسنا في ذلك، حتى كان يلقب بفتى العرب، فتى من كثرة بلائه في هذا الجهاد في بلاد الروم ومع هؤلاء. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن تفتح هذه البلاد وأن خير الجنود اللي يفتحوها، فلذلك معاوية كان حريصا على فتح هذه البلاد. فهنا من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، يقول مستورد الفهري قال، وهذا صحابي، قال لعمر بن العاص رضي الله عنه: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس. عمر كان مع معاوية وكانوا الاثنين بيعدون لهذا الشيء لقتال الروم. طيب لما انت هتقول حديث مثل هذا الحديث هتخوف الناس، مش هيرضوا يروحوا لهذا، يبقى هيحسوا مش هينتصروا ابدا. لذلك كان عمرو يقول له ما تقولش هذا الحديث، ما تقولش هذا الشيء، كان فكره بيقوله من دماغه هذا الكلام. فقال له: الم ازجرك عن مثل هذا؟ الم ازجرك انك تحدث بهذا؟ قال: ما اكون من عندي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي. طيب طالما انت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانا اقول لك ان هؤلاء الناس ناس يعني فيهم خصال تعطيهم انه يعيشوا فتره طويله. الله سبحانه وتبارك وتعالى جعل الإنسان في الأرض خليفة، خليفة يخلف الناس بعضهم بعضا. إذا مشى الإنسان بالعدل كان عدلا على عدالة، يعطي الحق ويأخذ الحق، يدوم له ملكه ويدوم له وجوده، يدوم. هؤلاء فيهم هذه الأسباب، في بلاد الروم فيهم هذه الأسباب، أسباب العدالة، أسباب وجود الحق، أسباب أن المظلوم يعرف يأخذ حقه من ظالمه. فلذلك سيدوم لهم، سيدوم لهم الأمر لغاية ما تقوم الساعة وهم موجودون. وهم الأمم السابقة أفناها الله عز وجل، أفنى بلاد الفرس أفناها ولن تقوم لها قائمة مرة أخرى، أفنى دولا كثيرة دينا كان لها قوة وكان لها شأن في الماضي، الفراعنة وغيرهم وغيرهم أفناهم الله سبحانه. لكن هؤلاء لا، حيسبهم لغاية ما تقوم عليهم الساعة. لكن حيسبهم هل معناه أنه حيتحكموا في الدنيا كلها وما يتكسروش أبدا؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يبشر هتفتحوا بلادهم، هتفتحوا بلادهم، ولكن هيفضلوا برضه موجودين، هيفضلوا موجودين. عمرو بن العاص لكونه كان يعد لقتال هؤلاء خاف ان مثل هذا الحديث يفت في عضد المسلمين ويخوف المسلمين، انه النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان دول هتقوم الساعه هم موجودين، يبقى مش هنقدر احنا ننزلهم ولا نفديهم، يبقى لا داعي لقتالهم. فلذلك قال له ما تخبرش بهذا الشيء، لا تحدث بهذا الشيء. ولكن طالما قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، انا اقول لك بقى ليه اسباب بقاء هؤلاء، ليه يبقون. عمرو يقول، وهذا صحيح رواه الامام احمد رواه مسلم ايضا، قال عمرو: ان تكن قلت ذاك فإن فيهم لخصالا أربعة. هؤلاء الناس الغربيون فيهم خصال أربعة حسنة. ده عمرو بيقول من خبرته بهؤلاء ومعاملتهم، إيه الخصال دي؟ قال: إنهم لأسرع الناس كرة بعد فر، يعني إذا قاتلناهم وفروا منا يلحقوا يجمعوا نفسهم ويرجعوا لنا تاني، ما فيش مش الفرج، قاتلنا أعداء كثيرين يفرهم انكسر خلاص ما يرجعوش، زي ما انكسرت الفرس ما قاموش تاني. لكن دول لا، يقوموا يهربوا ويروحوا متجمعين ورجعين لنا مرة ثانية. إنهم لأسرع الناس كرة بعد فرة وإنهم لخير الناس، أدي من سبب بقاء هؤلاء، إنهم لخير الناس لمسكين وفقير وضعيف. أمر كلنا نعرف هذا الشيء، بلاد الإسلام والمسلمين ما فيش فيهم خير لبعض، ما فيش خير لبعض، ولا في تدوير على حقوق، ولا فين حق المعضو المظلوم وفين حق الأرملة. لكن هؤلاء فيهم كل يوم قانون من القوانين اللي علشان الفقير، حتى العاطل العطلان ما بيشتغلش يقول لا تاخد مرتب لغاية ما تشتغل، حتى العاطل ما بيشتغلش خد مرتب لغاية ما تشتغل. فده من أمتى؟ مش جديد، مش جديد، من الماضي وهم على هذا الشيء فيهم هذه الصفة. إنهم لخير الناس لمسكين، المسكين ما يضيعش عندهم في بلادهم،
وفقير ما يضعش عندهم في بلادهم، وضعيف إنسان مستضعف لا يلاقي اللي يقوم له يدافع عنه ويكون معه، خصال عظيم مفروض أنها تكون في المسلم، مفروض أنها تكون في المسلم. قال وإنهم لأحلم الناس عند فتنة، إذا قامت فتنة يقوم فيهم حلم يفكروا قبل ما يتهوروا، إنهم لأحلم الناس عندها. قال والرابعة حسنة جميلة، خصلة رابعة في هؤلاء، يقول إنهم لأمنع الناس من ظلم ملوك. إنهم يعني مش منافقين، مش منافقين، لما الملك يظلم يروح أيمين عليه، يعملوا لهم ظهر، يعملوا له كذا، يقوموا على الملك يمنعهم أنه يظلم الرعية. هذه أشياء لو أنها مولودة في بلاد المسلمين إن تكون أسباب لبقائهم، لكن لما المسلمون تركوا دينهم وراءهم، ترك هؤلاء كأنهم أخذوا روح الدين وعملوا بها. ديننا يأمرنا بهذا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، عملهم بهذا الشيء فإذا بالله يمد لهم ويعطيهم. عمرو بن العاص يقول له ما تتكلمش عن هؤلاء، وعمر ما كان ليحدث بهذا الشيء، عمر خايف للمسلمين لما يعرفوا هذا الشيء يقوموا يهبطوا ما يروحوش يحاربوهم، فلذلك ما كانش عايز. لكن طالما قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم أقول لك بقى ليه أسباب بقاء هؤلاء. أسباب بقاهم أنهم فيهم خير لأنفسهم وفيهم عدالة فيما بينهم، لذلك الله يمكن لهم ويعطيهم. أيضا من الأحاديث اللي جاءت حديث المستورد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عليكم الروم، أشد الناس عليكم الروم. أصل الروم المعقل بتاعهم روما، بلاد هنا بلاد الروم في روما عاصمة إيطاليا، وهذا أصل الفاتيكان وأصل بلاد النصارى هنالك اللي يقومون، وأشد الناس على المسلمين هم هؤلاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عليكم الروم، وإنما هلكتهم مع الساعة، يعني ما تنتظروش إن هم يهلكون زي بلاد الفرس إن ضاعت، لا لا لا، ولذلك إن هم أشد الناس عليكم، وهلكتهم مع الساعة معناه إنه حضروا لهم، أعدوا لهم، وإلا حيكلوكم حيضيعوكم. فالله عز وجل يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر المؤمنين دول قاعدين قاعدين، فإما أن أنت تقعد مثلهم تحضر لهؤلاء أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وإما أن أنت تضيع دينك ويسيطر عليك ولا يتركك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث اللي جاءت في هذا الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه هادت ريح حمراء بالكوفة، هم بالكوفة هادت الريح كأنه ريح خمسين ولا غيرها، والريح كان لونها بتعمل عواصف حمراء، فرجل جاء لابن مسعود عمال يصرخ ويقول يا ابن مسعود جاءت ساعة فترة القيامة قامت لما هادت هذه الريح، وكان ابن مسعود متكئا فجلس، فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيم. لا، احنا ما زلنا بنقسم مواريث وما زلنا بنحكم بشرع ربنا، لسه مش هتقوم الساعة الآن. الساعة تقوم حين لا يقسم ميراث، لما الناس لا يقسمون مواريث، يعني تركوا شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يفرحون بغنيمة لتركهم الجهاد أو لوجود الملحمة العظمى اللي يقتل فيها 19 المسلمين، فالباقي العشر ما يفرحوش بهذه الغنيمة وقد قتل 19 المسلمين. يقول عدوا يجمعون لأهل الإسلام أو يجمعون ويجمع لهم أهل الإسلام، يعني حيكون في يوم من الأيام أهل الإسلام يجمعون للأعداء والأعداء يجمعون لهم. قال ونحى بيده نحو الشام، يعني هذا في آخر الزمان حين يأرز الإيمان إلى بلاد الشام، فتكون الملحمة هنالك، يجتمع المسلمون هنالك والكفار في بلادهم ويحصل الملحمة بين المسلمين وبين الروم. قال ويحدث عند ذاكم القتال ردة شديدة، ردة شديدة يعني ناس من المسلمين منافقون فيرتدون عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال فيفيء هؤلاء ويفيء هؤلاء، يحدث قتال. قال يشترط المسلمون شرطة للموت، يعني مجموعة اخرجوا قاتلوا يا إما ربنا يفتح عليكم يا إما تموتون شهداء. فقال لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يحجر بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، يعني يموت المجموعة من المسلمين اللي خرجوا للقتال يقتلون شهداء. قال ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يحجر بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب،
ودفن الشرطة. طيب المسلمون يبعثوا مجموعة يعني يبعث جيش من المسلمين لقاتل الكفار لغاية الليل، ثم يحصل يرجع هؤلاء وهؤلاء، ما يحصلش انتصار ولكن يستشهد المسلمون. وثانية وثالثة لغاية ما يشترطون في هذه الثالثة شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فقال فيقتتلون وترجع هؤلاء هؤلاء. فإذا قام كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله عز وجل الدبرة عليهم، يعني يحصل النصر في رابع يوم في قتال الروم. قال فيقتلون مقتلة لا يرى مثلها، يعني يحصل مقتلة على المسلمين وعلى الكفار على الجميع، مقتلة لا يرى مثلها من كسرة عدد القتلى من الفريقين. يقول هنا في هذا الحديث حتى إن الطائرة لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، يعني الطائر بيعيش الطائر قد إيه، كأنه المكان اللي هي الطوائر الجوارح، الجوارح من الحدأ من النسور من غير اللي تأكل الجثث، تأكل منهم تأكل تأكل لغاية ما تموت وهي بتأكل من هذه الجثث، معناه أن تمكث فترة طويلة جدا من كسرة القتلى. قال فيرجعون فيتعاد بنو الأبي، كانوا 100 يعني عدوا أنفسهم، ولا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد، يعني من المسلمين ما يفرحش بغنيمة إذا كان من عيلته تقتل 99 وبقي هو وحده، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقسم. فبينما هم كذلك إذ سمعوا بناس قال هم أكثر من ذلك، فجاء الصريخ إن الدجال قد خلف في ذرريهم. يبقى هذا الشيء لسه ما حصلش، إنه لما يحصل حيكون مع خروج المسيح الدجال. قال فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون 10 فوارس طليعة، يعني المسلمون وهم يقاتلون الروم وبعد ما يحصل الانتصار يرجع منهم مجموعة يقول لهم الحقوا ألا الدجال وراكم في دياركم، يبعثوا 10 فوارس حتى ينظروا هل فعلا الدجال هؤلاء خير الفوارس. وقال إني لأعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يوما. يبقى أن هذه الملحمة اللي بيخبر عنها ابن مسعود لسه ما حصلت وستكون كما أخبر النبي صلى الله وسلامه عليه. من الأشياء اللي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت، قال في حديث لأبي بكر رضي الله عنه لتنزلن أرضا يقال له لها البصرة على دجلة، نهر ذكر نهر دجلة أو وهناك أرض البصرة أيام النبي صلى الله عليه وسلم مفتوحة ولا شيء، فكان فتح البصرة بعد ذلك فتحها الله سبحانه تبارك وتعالى على المسلمين. مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث لأبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يحسر الفرات أو لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل 199 يا بني، يعني أبو هريرة كأنه يقول فإن أدركته فلا تكونن ممن يقاتل عليه. هذا من أيضا الأشياء اللي تكون مع الساعة، والنهر الفرات ينحسر، فإذا انحسر يظهر بداخله أسطوانات من ذهب، ذهب كثير جدا، فالناس كل إنسان عايز ينهب منه اللي يقدر عليه، فيحصل اقتتال بين الناس على ذلك. فأبو هريرة يحذر اللي يجد ذلك ما يمدش إيده عليه. أيضا ما جاء في فتح القسطنطينية، فتح القسطنطينية يقول عبد الله ابن بشر الخثعمي عن أبيه بشر بن سحيم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتفتحن القسطنطينية، وداء عن عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية، يعني بلاد القسطنطينية هذه اللي كانت عاصمة البيزنطيين في بلاد الترك ولا روما. روما لم تفتح حتى الآن، لم تفتح روما هذه، لكن القسطنطينية حصل. فلما سئل عبد الله بن عمرو بن العاص دعا بصندوق وأخرج كتابا من كتب اللي كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال تفتح قسطنطينية. قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أي البلاد تفتح الأول، قسطنطينية ولا روما؟ قال القسطنطينية، وهي مدينة هرقل، وهي مدينة هرقل، هي بلاد الروم، القيادة مركز القيادة للدولة البيزنطية كانت هنالك.
القسطنطينية، قلنا معاوية سمع ذلك فكان بيحضر لغزو هذه البلاد من سنة 40، من سنة 41 وهو بيجهز لقتال هذه البلاد، وأرسل إليهم، ولكن كانت يعني مستعصية، بلدة مستعصية جدا، ما فتحت لا في عهد معاوية ولا بعد معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. فين فتحها؟ كان بعد 800 سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، كان فتحها على يد محمد الفاتح العثماني، كان في سنة 800 وشوية، 851 أو 857 هجرية يعني ميلادية، حوالي سنة 1453 ميلادية، 1453 ميلادية فتحت. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم تفتح قسطنطينية الأول، وروما لم تفتح حتى الآن، فبلاد القسطنطينية فتحت، وسيكون ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفتح بلاد روما بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وأعد الصحابة لذلك، حتى كانوا متشوقين لفتحها، لأن علموا أن خير الجنود الذين يفتحون هذه البلاد، فكانوا يحاولون، ولا شك أن خير الجنود هم هؤلاء الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا. وكان زوجة عبادة بن الصامت لأم حرام بنت ملحان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأته قام مستبشرا يضحك، قالت يا رسول الله ما يضحكك؟ فأخبر أنه جنود، رأى جنود من جنود الإسلام على سبد هذا البحر، يركبون سبد البحر كالملوك على الأسرة. الجنود هؤلاء اللي كان حضرهم معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيه مدح لمعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومدح الجنود اللي كانوا أول جنود يغزون هذه الأماكن. فهذه المرأة الصالحة قالت يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، فدعا لها أن تكون منهم، فنام ثم استيقظ وضحك أيضا، وأخبر أنه رأى جنودا على سبد هذا البحر كالملوك على الأسرة. قالت أدعو الله أن يجعلني من، قال أنت من الأولين، أنت يعني ما حتموت، مش هتعودي لغاية البعث الثاني. فعلا ماتت رضي الله عنها لما نزلت مع الركبة على الحصان بتاعها، فكأنه اتكعبت بها سقطت فماتت في مكانها رضي الله تبارك وتعالى عنها. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنت من الأولين، يعني مش هتعيشي لغاية ما تدركين الآخرين. كان الصحابة عندهم يعني نهم شديد جدا لفتح هذه البلاد لنيل هذا الأجر العظيم. فكان أبو أيوب الأنصاري، وكنا فاكرين أبو أيوب اسمه خالد بن زيد رضي الله عنه، اللي نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم في أول هجرته، مكس في بيته قيل 40 يوما وقيل 3 أشهر أو 6 أشهر رضي الله عنه، فكان من المجاهدين في هذه البلاد، لدرجة أنه لما جاءه الموت وهو هنالك فقال أنه احملوا نعشي وادخلوا بي إلى أقصى دار العدو. دخلوني في هناك في تركيا، يعرف أن هنا مكان الرجل الصالح أبو أيوب الأنصاري، فيقولون مكان ولي الله أبو أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهو يشجع المسلمين حيا يقاتل في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، ميتا ادفنوني تحت أقدام الفوارس وفي مكان المعركة حتى يقتدي بي الناس لمحاولة فتح هذه البلاد، حتى فتحها الله عز وجل بعد هؤلاء ب800 عام. نسأل الله عز وجل أن يمكن الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.